دول تجذب صفقات بالمليارات وأخرى تغيب عنها الاستثمارات، بلدان يزدهر اقتصادها وأخرى تتعثر لأسباب عديدة، والأرقام تقول الكثير. ففي عام 2021 وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية 52.9 مليار دولار. تركزت تلك الاستثمارات في 5 دول استحوذت على 96% منها. في المرتبة الأولى جاءت دولة الإمارات التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية جاءت السعودية التي جذبت استثمارات بقيمة 19.3 مليار دولار. في المرتبة الثالثة حلت مصر بحصة 5.1 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الواردة للدول العربية. ثم جاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 3.6 مليار دولار، تليها المغرب في المرتبة الخامسة بقيمة 2.2 مليار دولار، وتوزعت باقي النسب على الدول العربية الأخرى. لكن اللافت أن دولا مثل ليبيا وسوريا واليمن بلغت حصتها 0 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما واصل دول أخرى التراجع في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل لبنان التي تراجع تدفق الاستثمار المباشر إليها من 1.3 مليار دولار في 2020 إلى 273 مليون دولار فقط في العام التالي 2021. واللافت أن هذه الدول تملك مقومات اقتصادية كبيرة وثروات هائلة مثل ليبيا الغنية بالنفط، وسوريا بموقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية، وأيضا لبنان بساحلها وموقعها الهام للتجارة في البحر المتوسط. وفيما كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تزيد في الدول الثلاث الإمارات والسعودية ومصر التي أصبحت مركز الجذب الجغرافي للاستثمارات، كانت تتراجع في دول أخرى. لم يكن هناك سر في تركز الاستثمارات المليارية في دول دون أخرى، فالقاسم المشترك بين تلك الدول المنتعشة اقتصاديا أنها مستقرة وآمنة، تملك مؤسسات قوية وبنية تحتية متطورة وقوانين جاذبة للاستثمار وقادرة على توفير المناخ المثالي للمستثمرين في بيئة غير مضطربة. والاستثمارات المباشرة تعني نموا للاقتصاد الوطني وخلق مزيد من فرص العمل، وبالتالي تحقيق الرفاهية للشعوب. استثمرت تلك الدول في بنيتها التحتية وفي الوقت نفسه في امتلاك أدوات القوة اللازمة لتحقيق الاستقرار والحماية ضد أي تحديات. يفسر هذا مثلا لماذا قد تذهب صفقة بمليارات الدولارات إلى دولة مطلة على البحر المتوسط ولا تذهب لدول أخرى لها نفس الساحل على ذات البحر. والاقتصاد دوما مرهون بقوة الدول، وقوة الدول هي الضمانة الأساسية لوجودها.